السائل يقول: هل يجوز الجمع والقصر للصلاة عندما أذهب للعمرة، مع العلم أننا نقضي يوم في السفر ذهابا إلى مكة ويوم في مكة ويوم رجوع من مكة؟ هو بيعمل عمرة منين؟ مش عارف، شكله من السعودية نفسها يعني. ممكن بيقول نذهب نقضي يوما في السفر. ماشي، مسافة الجمع والقصر من حقه له ذلك. لو أن يجمع ويقصر له ذلك، لكن هو رايح للعمرة والبركة والطاعة، أو لو إذا استطاع أنه يتم، لا مانع، أراد أن يأخذ بالرخصة لا مانع. كل هذا من حقه، لا مانع فيه.